مرحبا، انا زينه دكاش، مخرجه افلام وثائقيه لبنانيه. سئلت شو الخمس افلام اللي باخذهم معي على الجزيره. اول واحد فيلم حضرته كنت بالمدرسه، كنا كثير صغار، كان عمري 10 سنوات، وبذكر انه المعلمه حضرتنا اياه مره واثنين وثلاثه. فيلم من الخمسينات اسمه مارسيلينو باني فينو، قصة صبي صغير يتيم ربيان عند الخوارنة بدير، وبيطلع على العلية وبيكتشف صليب المسيح وبيعمل حديث معه. ما معقول شو حلمت فيه هذا الفيلم، هالطفل هالمثل اللي كتير عبالي جوجله وشوف وين صار، هالصبي الصغير ما عارف بعده عايش أصلا، بس فيلم كان فيه إحساس مرهف. ثاني فيلم هو سينما باراديزو، قصة الولد اللي ربي كمان بالضيعة، والضيعة كتير حلوة، فيلم تلياني وتعلقه بالسينما، فبيصير كتير أصدقاء مع الرجل بيمشي الأفلام بقاعة السينما، وهو الفيلم بيباشر إنه هو كبر، فهو عم بيتذكر، هو صار مخرج كتير مهم وعم بيتذكر كل طفولته بهي السينما اللي طبعا احترقت، وإذا ماني غلطان الفيلم كان عم بيصير أصلا بأيام الحرب. ثالث فيلم بيكون البوستينو اللي هو بنفس الأجواء، يلي بغطي حقبة من حياته لبابلو نيرودا لما انعزل، بس نحن كمان بضايعة كتير ناعمة رواق، وفي براءة مش الطفل قد ما براءة البوستينو اللي هو ساعي البريد اللي بيجي بيزوره لبابلو نيرودا كل يومين. هالبراءة هيك يعني بتحسسني إن أنا بقدر أسافر فيها، يمكن لأنه الحياة منها هالقد بريئة قد ما بتشوفيها بهيك نوع أفلام، بتجي بتذكرك بالأمور المهمة بالبساطة تبع الأمور. ما بعرف شو بيكون الرابع، يمكن مش فيلم، بيكون كرتون كتير معلق فيه من أنا وصغيرة تبع مي بيب، رود رانر. رود رانر من أكتر الأشياء اللي بتضحكني، اللي هو هذا الطير اللي هو كتير سريع والكويوتي بده يجي يلقطه، دايما حلقاتهم منا أطول من دقيقة، بس بهي الدقيقة في 3 acts. act 1 حاول هذا الكويوتي يلقطه للطير وما قدر، act 2 حاول محاولة تانية وما قدر فشل، حاول محاولة ثالثة دايما قاضي عليه، وبضحك لأنه ما معقول قدام مهضومين اثنيناتهم الكاركترز، شو مدروس، ما في ولا كلمة، ما في حديث بهذا الكرتون، في بس دمي بيب، ما في شيء تاني بنسمع غير دمي بيب. قديه ذكي اللي اخترع رود رانر، تخيل يكون اول فيلم عملته بحياتي اللي هو 12 لبناني غاضب. يمكن مش لشيء، بس انه هيك تيبقى ليذكرني انا كمان بقضيه كثير كبيره حملتها لسنين كثير كبيره بحياتي، وبحب شوف حالي بهيدا الفيلم انا، يعني برجع لما اذا انا بحضر حالي لانه هلا كل شيء عم يصير خاصه ببلادي وهيك، بتحس القضيه كانه ما بقى يمكن الا مع اي قضيه، يعني الامور راح معناها بظل كل شيء صعب عم نمرق فيه من اقتصادي لسياسي لا لا لا، هيك برجع بيعطيني امل انه لا هون قدرنا نغير شيء، فأكيد في أمل دائما إنه نقدر نعمل هيك شيء. فهولن الخمس أشياء.